حياكم الله من جديد في يا هلا. يعني قبل فترة يعني ظهر تصريح لهيئة الغذاء والدواء تناقلته مواقع إعلامية كثيرة عن أنه 80% من القهوة الموجودة مخالفة للاشتراطات بهذه الطريقة. بعدين هيئة الغذاء والدواء أصدرت توضيح آخر لهذا الخبر وقالت أنه تؤكد الهيئة أن نسبة منتجات القهوة المخالفة الواردة في تقديرها السنوي العام 2020 والتي بلغت 80% لا تتعلق بسلامة المنتج، هذا بحسب التوضيح اللاحق، وتوضح أن جميع المخالفات المرصودة لا تتعلق بسلامة المنتج ولا يوجد ما يشكل خطرا على المستهلك، وأن المخالفات تركزت في عدم وجود تصنيف على المنتج ونقص بعض البيانات الإيضاحية في بطاقة المنتج. ضيفي هنا في الاستوديو الرجل المهتم بشؤون المستهلك الأستاذ عبد العزيز الخضيري، سنتحدث معه حول هذه الفكرة وحول هذه التصريحات الموجودة اليوم من قبل هيئة الغذاء والدواء وأيضا موضوع القهوة. أبو فيصل حياك الله معنا في هلا. هلا هلا، شكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. هلا هلا أخوي فرح، هلا فيك. كيف تقرأ الموضوع وأبرز التوضيح اللي كتبوه من عدم وجود تصنيف المنتج وغيره؟ معلش قبل ما أجاوبك أخوي مفرح، أنا عندي نوع من الثوابت. أولا قبل ما أدخل في الموضوع، يجب أن نقر أن التاجر والمستهلك وجهين لعملة واحدة، لهم الحقوق ولهم الواجبات. جميل. ويجب كذلك أن التاجر يحترم المستهلك والمستهلك يحترم التاجر، بين قوسين التاجر الحقيقي ينفرح، لأن التجار أنواع وحتى المستهلكين أنواع. لكن شيء ثاني، يجب أن نثق أنه جهاتنا الحكومية المختصة بتوعية وحماية المستهلك تقوم بدورها، تجارة، مواصفات، غذاء والدواء، الجمارك. ولكن الغذاء والدواء، الدولة عندما أنشأت هيئة الغذاء والدواء، الدولة لها مبادرات عظيمة ترى سبقت الشرق الأوسط في إنشاء هيئة المواصفات والمقاييس، حتى المسلم على العربي أنشأت هيئة الغذاء والدواء قبل كثير من الدول العربية، خليجين ما فيها كلام. في الثمانينات نهايتها هيئة المواصفات عملت ندوة هنعتبرها عالمية، ندوة، انتبه، ما ضربة في موضوعنا عن نقل وتداول وتخزين الأغذية. هذه ثوابت عندنا، ويجب أن نعترف أن الدولة لما أنشأت، يعني يجب أن نقول أن هيئة الغذاء والدواء أهم هيئة حكومية في العالم كله على مستوى العالم للإنسان، مربوطة بغذائه وعلاجه كدواء. فبالتالي قامت هيئة الغذاء والدواء والتجارة بأدوار جميلة جدا، لكن يجب كمهتمين بالمستهلك، احنا في المدرج هم يلعبون، نقول عن بعض يعني الملاحظات. طيب آخر نقطة، الغش التجاري على مستوى العالم موجود وفي كل الدول، وكل الدول تسعى لتقليله وليس لإيقافه. لا يمكن إيقاف الغش التجاري، لا يمكن تقليله، هذه ثوابت يجب أن نحطها كبنية لحديثنا، إيصاله إلى أقل ما يمكن، إلى أقل ما يمكن. كل دول العالم القضاء عليه صفر مستحيل، وكل لا ها صعب صفر. وكل دول العالم عندها مشاكل بالغش التجاري والتقليد، مو بس احنا، هذه لازم نضعها ونكون علشان يعني نكون حقانيين في الملاحظة والنقد. هيئة الغذاء والدواء في تقريرها هذا ممكن تذكر لي النسب؟ طيب شوف، تؤكد الهيئة أن نسبة منتجات القهوة المخالفة الواردة في التقرير السنوي عام 2020 التي بلغت 80% لا تتعلق بسلامة المنتج. بسلامة المنتج؟ نعم، تقريرها. نعم، وقالت عن تقرير ثاني لا نقصد مستوى سلامة المنتج الجودة ولا نقصد الاشتراطات. نعم، حددته بأمرين، قالت أنه عدم وجود تصنيف على المنتج ونقص بعض البيانات الإيضاحية في بطاقة المنتج. هذه مشكلة ودي مشكلة على فكرة، حتى البيانات الإيضاحية، وأنا جايك. أوكي. في بيانات سابقة لهيئة الغذاء والدواء بناء على فيديوهات سابقة لبعض المشاهير تقول أنه لا، ادعاءات. الآن
تقول فيه. إذن وجميل أن هيئة الغذاء تعترف بالمشكلة. يجب أن نقول أن مشروب القهوة، وعلى فكرة لما نقول القهوة حط معها الهيل، لكن القهوة رقم واحد، هو المشروب الشعبي الأكثر استهلاكا في المملكة، ما حقول الخليج، في المملكة، أكثر من الكبسة اللي حنا مشهورين فيها. إذا زعلت تشرب، وإذا فرحت تشرب، ومزاجك يصير زين تشرب، وعندك بزنس تبي تشتغل في اللابتوب تشرب، مع أصحابك تشرب، بكل مكان تشرب، في العزاء، في المناسبات، في الأفراح. من الذي يفوقها الماء؟ والماء خلي على جنب. يا هيئة الغذاء والدواء، شغلكم جميل، لكن لا يمنع نقول إنه القهوة كونها الشعبية الأولى يفترض ينظر إليها بمنظر آخر، مثل أي سلعة غذائية أخرى مهمة، والاستثمار فيها والاستيراد كبير. خذ قاعدة يا أخوي فالح، كل السلع الغذائية المتحركة، كيف المتحركة؟ الهيل، السكر، الطحين، الزيوت، البويات، العصائر، الألبان، قابلة للغش من خلال الخلط. القهوة أحدها. جميل، أنا أبغاك توقف عند هذه النقطة إذا تسمح لي عشان آخذها بالتفصيل بعد الفاصل. بتتقهوى وناخذ فاصل؟ طيب. طيب، بعد الفاصل مكملين مع الأستاذ عبد العزيز الخضيري، وتذكروا هذه الافتتاحية التي قالها: إن التاجر والمستهلك وجهان لعملة واحدة، لهما حقوق وعليهما واجبات. بعد الفاصل ألقاكم. حياكم الله مجددا في هلا، ضيفي المهتم بشؤون المستهلك الأستاذ عبد العزيز الخضيري، والحديث عن تقارير هيئة الغذاء والدواء فيما يخص القهوة واشتراطات القهوة ونسبة 80% التي أعلنوا عنها من مخالفات. رحب فيك مجددا أبو فيصل. قبل الفاصل كنت تقول لي أنه مثلا القهوة من المنتجات اللي الإشكالية تجي فيها من حكاية الخلط. هذا أحدى حالات الغش. تسمح لي أرجعك للبيان شوي؟ إيه. طيب، البيان لم التوضيحي، أنا أتحدث إيه. البيان التوضيحي ذكر مخالفتين، ألا وهي عدم وجود تصنيف على المنتج، ونقص في البيانات الإضاحية في بطاقة المنتج. خلينا في التصنيف الأولى. طيب، ما مدى أهمية مثل هذا، عدم وجود التصنيف؟ وش المقصود فيه تصنيف؟ درجة ممتازة أولى ثانية، درجة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة، كل اللي بسوق عندنا مثل ما أسمع إيه درجة أولى، معقول ما في درجة ثانية ثالثة؟ طيب، هل هيئة الغذاء، هذا موجود في اللائحة على فكرة، لائحة البن الأخضر، وهي لائحة خليجية ملزمة للدول. إنه إيش في اللائحة؟ اللائحة يجب أن يكون بالذات لائحة البن الأخضر التصنيف موجود. حلو. أي. مش موجود، لا موجود، ممتازة أولى ثانية. هل هيئة الغذاء المحترمة الموقرة طبقت ذلك؟ يعني معليش يا أخواني بيت الغذاء، أنا والله أحترمكم، بس معقولة فجأة عرفتم 80% ولا من نسبة كذا ولا 60%؟ ما هذا شغلكم، إنشأت هيئة الغذاء من عام كم؟ طيب، وهو الغذاء أو المشروب الأول شعبيا، والغش فيه في مثل أي سلعة أخرى، لأنه مادة ممكن يكون فيها الغش فيها، يعني مثل أي سلعة ممكن يكون فيها 80% نسبة عالية جدا جدا. وأنا الحقيقة مستغرب من هذا البيان، أنه بين قوسين وينكم يا هيئة الغذاء؟ على فكرة ترى أنا ما أمثل عبد العزيز الخضيري، أنا أمثل المستهلكين، كوني مؤسس جمعية المستهلك، وكوني عضو في جمعية المستهلك، لاحظ مؤسس جمعية المستهلك. طبعا في حلول للتجار مقترحة من عندي وللهيئة. طيب، أرجع للتصنيف. سمعت أنا ترى جلست مع بعض المهتمين بال في موضوع البن. على فكرة القهوة المختصة مش موجودة في هذه اللائحة، واللائحة قديمة من عام 94، لم تحدث. التطور الصناعي زاد، التطورات كثيرة، تكنولوجيا في التغذية زادت، يفترض تحدث وتساير التطور الصناعي الغذائي. ممتاز. جلست مع مجموعة يعني اوكي، انت مش منتج محلي حتى تصنف، اتفق مع ما يقول هذا الكلام، لكن من أبرز من نستورد منه؟ برازيل، إثيوبيا. طيب، أنا أروح للحكومة، أنا يا الحكومة السعودية ممثلة في التجارة أو هيئة الغذاء والدواء، أروح للحكومة الأثيوبية
واقول لها لن يقبل منك اي كيس الا معتمد من عندك انت يا الحكومه الاثيوبيه ومكتوب درجه التصنيف، ودي تحملين مسؤوليته على الاقل من باب يا اخي حقوق المستهلك. يا اخواني هيئة الغذاء من حقوق المستهلك حقي، والمملكه عضو في الامم المتحده وهي حقوق ثمانيه عالميه، ووزارة التجارة دائما مشكورة تنبه عن هذه الحقوق. حق المعرفة للمستهلك، أخذ خيشة مكتوب عليها قهوة ولا بن مفرح 80 جرام، لا أبي كل البيانات الإضاحية حول المنتج، هذا حق المعرفة. اثنين، الحق الثاني حق الاستفسار والرأي، أنا بستفسر أنا مستهلك بقول يعني لازم أقول رأيي كمستهلك يا أخي ليش المنتج هذا ما فيه معلومات كاملة؟ ليه؟ فيه على فكرة، ما ودي أظلم التجار، أشباه التجار، ركز على أشباه التجار الذين لا يلتزمون بأخلاقية التجارة ولا بالأنظمة المرعية في البلد من خلال أنظمة وزارة التجارة ولا حتى غذاء ودواء ولا الوصف المقيس ولا شيء. أنت تدري يعني سمعت كلام زعلني أنه 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 طالما ما في تصنيف ثابت أنت تدخل أي شيء درجة أولى، دخل أي نوع درجة أولى، هذا مو صحيح. هيئة الغذاء دواء ترى بعض التجار على فكرة، على فكرة إيه؟ الغش التجاري هذا نوع من الغش. إيه اللي درجة أولى لكن أبو فيصل اللي تسمح لي، هو الإشكالية في عدم وجود، هو في عدم وجود تصنيف إجمالا ولا في عدم كتابة هذا التصنيف على المنتج؟ لأنه لم تطبق اللائحة، ما رغم أنها قديمة لم تحدث، أنت موجود عندك باللائحة لائحة البن الأخضر اللي هو البيور، أنه تحط التصنيف إيه ممتازة أولى ثانية مذكورة باللائحة بالنص. إيه بس عدم وجود التصنيف على المنتج يعني إيش؟ يعني إنه في تحايل في موضوع البن إيه ولا يعني إنه نسيان يمكن ما يكون ولا إهمال يمكن ولا ما يكون إيش؟ هو يمكن ما يكون درجة ثانية، يكون درجة ثانية وحاطين كتابة درجة أولى، هذا غش للمستهلك وغش لتجار التجزئة يمكن. على فكرة ترى الغش التجاري لا يضر المستهلكين فقط، يضر التاجر صاحب السلعة الأصلية والسلعة الجيدة الدرجة الأولى، وفي يعني ماركات عالمية بسبب الغش التجاري لما نقول محاربة دوليا يخسروا بالملايين كل سنة من وجود المقلد، بالذات المقلد والرديء، بالذات المقلد لأنه يأخذ من كعكة الأصلي. طيب قبل ما أطلع فاصل أبغى أسمع تعليقك على النقطة الثانية ونقص بعض البيانات الإضاحية في بطاقة المنتج. أنت المسؤول عنهم يا هيئة الغذاء، هيئة الغذاء ووزارة التجارة، ما أدري بالضبط من المسؤول. لما يخش أكياس بن بدون بيانات وتنسمح بالدخول، من المسؤول؟ و80% إيه الجمارك. يا أخوان لما ننتقد الجهات الحكومية نقد محب، يا أخوان جهودكم جميلة بس حنا نشوف شيء قد ما تشوفونه، يمكن ما تشوفونه، إحنا مهتمين بالمستهلك زين، فهذا نوع من يعني لانه بيانكم بامان البيان هذا شوي زعلني. هيئه الغذاء يفترض يكون بيانكم شوي فيه شفاف ويكون واضح ويكون مدروس. ايش الوضوح اللي مفروض انه يكتب في البيان؟ والله يا اخي ما ادري، بس هيئه الغذاء كانت اول في بياناتها قبل سنه تقول يعني في ادعاءات حول مستوى الغش في 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 البن. طيب الان اكدتوه الحين انتم هالبيان اكدتوه. طيب وبعدين لكم فترة طويلة، هذا غذاء مهم شعبي يومي، أي يومي كل ساعة ذا يا أخي يفترض يهتمون فيه، وفي مقترحات لهم وللتجار كذلك. بنسمع المقترحات هذه وجهزها لنا بعد الفاصل إذا تسمح لي، وقبل الفاصل بس بقول نقطة، أنه هذا البيان من هيئة الغذاء والدواء، ودائما وأبدا أبواب يا هلا مفتوحة للهيئة ولغيرها للتوضيح للتعليق للتعقيب على كل ما جاء في هذه الحلقة من آراء الأستاذ عبد العزيز الخضيري. إذا أحبوا أنهم يوضحوا شيء أو يرون أنه في أكثر توضيحا، فنحن مو فقط ندعوهم، نحن نتمنى أن يكون في تواصل إعلامي أفضل وأنه نسمع رأيهم، والأبواب مفتوحة لهم والأوقات مفتوحة، وحياهم الله في كل وقت. وهذه مثل ما قلت لكم ليس فقط منادى بل أمنية وطلب أنهم اليوم يوضحون تفاصيل التفاصيل لمثل هذا الموضوع. بعد الفاصل بنلقاكم في الحلول والمقترحات.
حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا. نتحدث مع الأستاذ عبد العزيز الخضيري المهتم بشؤون المستهلك عن بيانات الغذاء والدواء التوضيحية بخصوص سلامة منتج القهوة. أرحب فيك مجددا أستاذ عبد العزيز. هلا هلا. وش من النقاط المهمة اللي ترى أنه يجب إضاءتها حول هذا؟ أنا أقول بس سؤالي لهيئة الغذاء والدواء، هل كل العبوات حقتها البن حسب ما هو منصوص فيه في اللائحة يطبق؟ أتمنى، أنا والله ما أدري. هل موضوع التصنيف يعاد النظر فيه مرة أخرى؟ ترى هذه خدمة للمستهلك وأيضا للتاجر الحقيقي، ولي خلينا نقول يعني نجعل من السوق بيئة استثمارية ناجحة. طيب، لأنه التعبئة والتغليف مهم جدا، وهذه مواد فيها غازات طيارة تتأثر بالرطوبة بالحرارة إلى آخره، ففي تغليف معين هم موجود باللائحة، هم عارفين الأخوان في الغذاء والدواء الكلام هذا. طيب، سؤالك عن حلول ولا عن بالضبط؟ عن الحلول. نعم، الحلول. هيئة الغذاء والدواء أو وزارة التجارة، ما أدري والله تخصص مين، يليت كعادتكم متميزين في العمل التوعوي أنه تنزل بوستات للمستهلك كيف يختار البن من واقع علامات الإيضاحات، من واقع علامات مهمة تفرضها الدولة ممثلة بهيئة الغذاء والدواء أو وزارة التجارة في المنتج نفسه، في الكيس، في الخيشة دي أو الكيس. مواد توعوية مهمة جدا في كيفية متى يختار ويقول هذا أوكي، الدولة معتمدة أنه منتج يحمل أي درجة من درجات الجودة، ما في مشكلة، المهم أنه ليس رديء. زين، ليس رديء. يعني طيب، خلنا نقول توعية المستهلك بطريقة اختيار القهوة. جميل، حلو. طيب، اثنين، هذا الكلام للتجار الحقيقيين المستثمرين والمستوردين في القهوة. يا أخوان، حتى اللي في الدائرة أنا زرتها، مزارع الدائرة النموذجية للبن الخولاني، اجتمعوا كعندكم مؤسسات تجارية وقدموا لمس الغرف وقولوا نبغى ننشأ اللجنة الوطنية لمستوردي القهوة. اللجان الوطنية في مجلس الغرف تساعد وتدعم جهود الجهات الحكومية، تطور هذا النشاط سواء في الانتاج المحلي اللي باد يزداد بكثرة. يا مفرح، أنا زرتها العام الماضي في الدائر، زايد 3 أضعاف خلال سنة واحدة إنتاج الدائر من البن الخولاني، أي والوعود بأكثر. عظيم. فأنتم تعملوا لكم اللجنة الوطنية لمستوردي البن، واذكروا كل شيء وساعدوا، ساعدوا يعني ادعموا، ادعموا الجهات الحكوميه. كل ما اخي قبل ما اروح للمقترح الثالث، شوف مفرح، من واقع خبرتي بالمستهلك وبعض التجار المتميزين، افضل من يعرف اساليب الغش والتقليد والتحايل المتجدد هو من هو موجود بالسوق. على الجهات الحكوميه ذات العلاقه بالمستهلك وهي معروفه أن تستعين بالتجار من تثق بهم، لأنه أدرى من أي جهة أخرى بأساليب الغش والتدليس والتحايل إلى آخره. وسويتها فيديو بس ما أدري عاد، ما أدري، يمكن عندك، أتمنى يدرس هذا الموضوع يا رب. آخر شيء، من خلال وزارة الموارد البشرية المختصة بالجمعيات، طالبوا بجمعية، طالبوا بجمعية مستوردي البن. ترى الجمعيات توعي المستهلك وتساعد التاجر النظيف، وإذا في عقبات أمامهم تحلها، وبنفس الوقت معليش طبعا إن شاء الله يعني بتوصية قوية من هيئة الغذاء والدواء أو التجارة في إنشاء هذه الجمعية، جمعية مستوردي البن، أتوقع هيكون لها دور كبير. جميل جدا. أقرأ لك جزئية أيضا في البيان عشان من باب يعني نقول البيان كامل. وتشير الهيئة إلى حرصها على فحص جميع المنتجات الغذائية والتأكد من سلامتها ابتداء من بلد الصنع، مرورا بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وحتى وصولها إلى المستودعات، إضافة إلى مراقبة مفتشيها لجميع المصانع الغذائية في مناطق المملكة كافة لضمان سلامة المنتجات، حرصا منها على سلامة المستهلك. تعليق موجز قبل ما أختم الحلقة حول هذه النقطة. شوف، إنجازات هيئة الغذاء والدواء موجودة ومذكورة ومشكورة، لكن يمكن مع زحمة الأغذية، زحمة الأدوية، زحمة يعني، لكن جهودها واضحة وموجودة، لا في التوعية ولا في الحماية
ولا في أموية الغذاء ولا الدواء. أستاذ عبد العزيز الخضيري شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في حلقة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم أنتم على متابعتكم هذه الحلقة. بس أؤكد على النقطة ذاتها اللي ذكرناها في البداية، أنه حق الرد والتعليق والتوضيح على كل ما ورد من آراء الأستاذ عبد العزيز في هذه الحلقة متاح لهيئة الغذاء والدواء، وبالعكس إحنا نتمنى حقيقة أنه يكون في توضيح لكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع، زيادة في التوضيح للمستهلك وللجمهور الكريم. غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. سبحانه على خير.